اسمحوا لنا هينضم لنا بس من الولايات المتحده الامريكيه، كابتن زكي عبد الفتاح، طبعا المدرب المصري الحقيقه اللي طبعا تولى مسؤوليه منتخب مصر قبل كده ومنتخب الولايات المتحده الامريكيه، عشان يمكن يكون هو اكتر حد ممكن يكلمنا على منافس الاهلي في مباراه السبت طبعا سياتل ساوندرز. وانا كنت خدت وعد منه على الهواء لو تجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي يكون موجود معانا، وهو اوفى بوعده الحقيقه. يا كابتن زكي مساء الخير، صباح الخير، التوقيت عندكم اعتقد الصبح دلوقتي، نقول لك صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. بعد الظهر هنا حوالي الساعه 3 دلوقتي. اهلا وسهلا كابتن زكي، اهلا وسهلا انا بيك. الاول كده ايه اليوم الحلو ده؟ اه ايه اليوم الحلو ده؟ اه وايه الناس الحلوه دي؟ ايوه ايه الناس الحلوه دي؟ ده فعلا يعني بقول لك فرصه طبعا عايز الكابتن فتحي ده استاذي ومعلمي وانت عارف ومدربي، وده يعني ده اسطوره، اسطوره لكل الاجيال، وحرام حرام من السماء يعني لحد دلوقتي ما استغلوش كمدرب صح في مصر بصراحه. وطبعا الكابتن ماهر طبعا ده زميل ملاعب بقى وكده، وياما لعبنا مع بعض، وده وحشنا ذاك والله، احسن سنتر باك ربنا يكرمك يا رب شفته في مصر، ربنا فانت معاك اثنين عمالقه وشرف ليا ان انا اكون معاك. طبعا الله يخليك كابتن زكي، اهلا بيك الحقيقه يا كابتن ماهر. والله الحقيقه كابتن فتحي انت عارف يا كابتن فتحي يعني علاقتنا قد ايه، ويعني اقول لك علمتني كتير جدا جدا، واي حاجه انا اتعلمتها والله يعني اقول لك كابتن فتحي خلال معسكرات منتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين ومنتخبات الناشئين، اقسم بالله اللي كان بيعلموني انا ده اداني فعلا ده بذره الاحتراف. لما جيت هنا كان امور سهله لانه كان بيعلمني من زمان، لو انا كنت شفت كان هيبقى في مشكله، انما هو علمني وشفته معاه من الاول، فكان سهل عليا، سهل عليا كتير قوي اول ما جيت امريكا. طيب خلينا طبعا طبعا كابتن فتحي صاحب ببصمه على كتير من الاسماء وكتير من الاساطير والنجوم الكره في مصر، خليني ابدا معاك كلامنا على سياتل ساوندرز. واحنا يمكن اخر مره اتقابلنا كان قبل مواجهه اوكلاند سيتي، واتفقنا انه طبعا ان شاء الله لو ربنا وفقنا واكرمنا وقد كان وتجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي هيكون لنا لقاء تكلمنا فيه اكتر عن سياتل ساوندرز، عن الظروف اللي بيمر بيها الفريق، عن استعداده لبدايه مشواره في كاس العالم في مواجهه الاهلي ان شاء الله يوم السبت. سيال انا اعرف الفرقه دي كويس جدا، اعرف المدرب بتاعها، اعرف اللعيبه كلها، فانا سكاوت لو كنت اتمنى اي حد من النادي الاهلي يكلمني كنت طبعا اديله كل المعلومات. بيتابعوك على شاشه الاهلي يا كابتن زكي؟ اه بيتابعوك ما تقلقش. فانا شايف ان هم فرقه كويسه، ان الوقت التوقيت اللي هو يعني لو النادي الاهلي لو الكره النفس عايز هيلعب مع فرقه زي دي وعايز يحط توقيت مناسب مش هلاقي احسن من التوقيت ده. هم اخر ماتش لعبوه يوم 25/10/22 السنه اللي فاتت. ايوه. وبعدين ما عملوش البلاي اوف فطلعوا بره، فبقى لهم ثلاث شهور ما لمشوش كوره، كلهم اجازه. انت بتطلع بره خلاص ما بتمارس اي نشاط، فخدوا اجازه. اتجمعوا يوم 5/1 يعني ثلاث شهور بالظبط وشويه، اتجمعوا يوم 5/1 قعدوا اربع خمس ايام هنا في لوس انجلوس، هم من سيالو يعني في واشنطن بيجوا من عشان الجو هناك ثلج هناك. فجم عملوا معسكر وبعد كده طلعوا على ملقا في اسبانيا على الحدود مع المغرب. وهم امبارح وصلوا طلعوا من المغرب حتى راحوا بمركب لانه على الحدود يعني جبل ما بينهم. طب خليني اسالك في جزئيه مهمه يا كابتن فتح، يعني احنا دايما بنتكلم على انه لاول مره بيظهر فريق من الولايات المتحده الامريكيه كممثل للكونكاكاف في بطوله كاس العالم للانديه، وانه تفوق على الانديه المكسيكيه، لكن المفارقه هنا اللي مش قادرين نفهمها، الفريق اللي كان بطل الكونكاكاف ازاي يخلص او ينهي مشواره في الدوري الامريكي في المركز ال11؟ هل تراجع مستوى الفريق؟ هل في نجوم مؤثرين على الفريق رحلوا؟ التفاوت ده او التباين ده ايه سببه من وجهه نظرك؟ الدوري هنا في امريكا اي حد بيكسب اي حد، اي حد بيكسب، الفرق كلها متشابهه ومتقاربه. هم جالهم شويه ريلاكس بعد ما خدوا البطوله، وخدوا البطوله وكان اول مره بقى اول فريق امريكا. على فكره مش اول بطوله، اول بطوله اول فرقه امريكيه وصلت للكونكاكاف ويز جالاكسي سنه 2005. البطوله اللي اتلغت اللي كان فيها الزمالك واتلغت، وانا كنت مع جالاكسي وكنا في مجموعه الزمالك، فبس هو اول مره يعني هيلعب فرقه هتلعب، فحصل دروب شويه اللعيبه شويه كده خلاص، يعني زي ما تقول التارجت اللي كانوا حاطينه في اول السنه اتعمل، لان البطوله كانت اتلعبت وخلصت في مارس، فبدات لما بدا الدوري بداوا شويه كاجوال وكده الفرق بتكسب، فهم عشان خلصوا في المركز ال11. انما فرقه كويسه، وانا اقول لك الاسماء ومميزات كل لعيب فيهم، فرقه تقيله يعني. انا بقول لك احنا بنلعبهم في ورق، يعني احنا لو نقطه ضعفهم دلوقتي الوحيده انه ان ما حدش مهما كان، وكابتن فتحي طبعا الاستاذ اللي عارفين في ده،
مهما كان فرقه لو برشلونه ريال مدريد وفتره الاداء ده ما لعبوش ماتش واحد، ما لعبوش كله سكيرمج تقسيمات. ده اول ماتش هيلعبوه الماتش الاهلي ماتش تقيل زي ده، ما حدش هيديك اكتر من 60 دقيقه يعني علميا، هيديك مش هيديك اكتر من 60 دقيقه. فانا شايف لو احنا نقدر ننظم يعني الوقت ان احنا ننظم الفرقه، وكولر المدرب طبعا فاهم وعارف، لو احنا متعادلين في الدقيقه 60 65 متعادلين او الاهلي كسبان واحد، الاخر ثلث ساعه هيقعد بدنيا هيقعد، ودي فرصتنا لنا بعد التغييرات وفرصتنا لنا. فان شاء الله دي فرصه الاهلي تكسب، وانا مراهن على الاهلي باذن الله ان شاء الله ان احنا الاهلي يكسب باذن الله. النقطه دي انما كفرقه فرقه كويس، اللي عندهم حارس مرمى كويس بقى له 13 سنه في الدوري الممتاز ستيفان فراي، حارس كويس. نقطه ضعفه ان هو مش برجله مش كويس، لو اتضغط عليه برجله ممكن يقفل الكره وما بيعرفهاش كويس، ده نقطه ضعف بتاعته. عندك بس حارس كويس شاد ستوبر، انفرادات حارس كويس رغم ان كبر سنه بس الرياكشن بتاعه لسه كويس جدا بالنسبه لسنه، وكان ليه دور كبير جدا في تتويجهم ببطوله الكونكاكاف. طبعا 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 طبعا. عندك الباك ليفت احنا كلنا عارفينه نوهو اللي هو بتاع الكاميرون، لعب ضدنا في كاس افريقيا ولعب كل تصفيات كاس العالم، ولد محترم جدا جدا، علاقته بيه كويسه على فكره، هو مسلم بس مسلم ما بيسيبش الصلاه ما بيشربش اي حاجه ما شاء الله. ملتزم يعني ورغم ان هو سنه صغير 24 سنه حاجه، بس لعب وهو صغير وبيلعب مع منتخب الكاميرون وله تاريخ كويس، بس لعيب كويس جدا من ناحيه برجله الشمال زي واب اند داون وبرجله الشمال كويسه، لعيب كويس. عندك الباك رايت بتاعهم برضو أليكس رودان ده واخوه بيلعب هاف رايت في الاثنين الجبهه اليمنى. طب خليني اقول اهم مصادر الخطوره في الفريق، يعني لو انت بتواجه النهارده سياتل ساوندرز وعايز توقف في الفريق ده او تشل مصادر الخطوره، في اهم لعيب او اثنين في سياتل ساوندرز كابتن زكي؟ في نقطه خط الوسط ليديرو نمره 10 الكابتن الفرقه نمره 10 ناحيه الشمال من برجله الشمال، ده عقل وقلب الفرقه، ده العقل وقلب الفرقه. لو احنا نضغط عليه ونصعبها عليه، مش هنقول لك تاكلينج ولان ما فيش تاكلينج، انت عارف الريد كارد وكده، بس صعب عليه يعني اضغط عليه وصعب عليه، هنصعب عليهم كلهم لان ده عقل الفرقه، ياخدوا حمله، ده عقل بتاع الفرقه. ليديرو اللي هو من اوروجواي لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، وبعدين الكور مش عايزين نعمل فاولات بره ال 18 كتير عشان هو كويس جدا فيها، هو كويس جدا فيها من فوق الحيطه، ضربات ثابته كورس الضربات الثابته، وخاصه الفولات اللي بره 18 هو كويس فيها، بيجيب جول بيها كتير. عندك ريو دياز ده نمره 9 الفورورد، ده مش كبير بس ذكي جدا، لعيب ذكي جدا ولعيب هداف صحيح، هداف بالفتره ده من نص فرصه. نصيحتي للشناوي هو بينزل ساعات لما بينزل تحت النص الملعب، لو استلمها في النص الملعب او الثلث الاخراني يخلي باله انه ده بيشوف الجون وهو بره وكويس فيها جدا، جامد ياما جاب اجوان، فتخلي باله الشناوي ما يتقدمش قوي وما بينس كره ما يخلي باله منه، ممكن يشيلها من فوق، هو بيفاجئ حراس المرمى كده، ولاعيب كويس جدا في الحته دي. حركاته جوه 18 بيجي من ورا ظهر الكابتن ماهر، عارف طبعا من ورا ظهر الديفنس، من يبقى الكره بيعرف ازاي يتحرك يقطع قدام الفورورد ومن وراه، ازاي بيعرف يتحرك في الكره اللي هي العرضيه دي وبيخلص فيها رغم انه مش كبير وما هوش سريع. طيب كابتن زكي، جوردن موريس برضو ده برضو لعيب امريكي في منتخب امريكا، ده هور برضو هاني، خلي باله منه ده صحته كويسه وكده، احنا بس قاعدين نمشي 60 دقيقه الاولانيين كده لحد ما ربنا سهل ويهدهم وبعد كده نفوق ان شاء الله. نفوق ان شاء الله باذن الله. وقبل 60 دقيقه ان شاء الله يا كابتن زكي. باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. طيب انا في جزئيه عايز استفيد بوجودك معانا النهارده ونسالك على فكره ان فريق سياتل يمكن اخر مباراه رسميه كانت في نهايه شهر اكتوبر، من نهايه اكتوبر لاول فبراير، هل في صفقات انضمت للفريق بحيث ان التشكيله اللي كانت بتلعب في الفتره السابقه وانهت الدوري بترتيب متاخر ممكن ما تكونش هي التشكيله خالص اللي هتبدا مباراه الاهلي يوم السبت؟ في ما انا سؤال كويس جدا، في يوم الاثنين من البرازيل وكان واحد كان بيلعب في نيويورك في نيويورك سيتي وانضم لهم فورورد برازيلي لعيب كويس، وجالهم تاني فورورد كويس لعيب تاني، بس انا النقطه بتاعتي ان لسه ما اندمجوش مع الفرقه، ما اتمرنوش اسبوعين مع بعض، هيبقى صعب يبتدي بيهم، هو يبتدي باللي هو عارفه، فاهم قصدي؟ اللي هم لعبوا معاه بقاله ثلاث اربع سنين، ممكن يحطوا شوط تاني بس نبتدي بيهم لا، لان لسه جايين على فرقه ما لسه ما عرفهاش وما اتمرنوش بقالهم، بقول لك بقالهم
من اسبوعين ثلاثه، فمش مش هيبتدي بيهم يعني. فانا شايف ده. وفي نقطه كمان خلي بالنا، في اخر ثلث ساعه هينزل لعيب، انا بجيب اثار بقى المدرب الثاني، معلش انا لازم حته المصري بقى خدتني فيها. هو قال لي سر، بس انا طبعا انا سمعته رغم ان هو هيزعل مني، بس انا مش مشكله نكسب ويزعل يزعل. اخر ثلث ساعه هينزل لعيب برازيلي، هينزل لعيب برازيلي هو بيبتدي معاهم، جوال بابلو ده في النمره 6، ده لعيب تقيل، لعيب تقيل قوي، لعيب معلم بيمسكها وبيتصرف، لعيب معلم. هينزل اخر ثلث ساعه لانه جاي من البرازيل من الاجازه، ما هوش فنيا ما فيش، بدنيا ما اسف ما فيش بدنيا. فهو الفتنس والبتوع التحليل البدني بتاعهم قالوا ده ممكن يلعب ثلث ساعه 25 دقيقه. فنخلي بالنا لما ينزل ده اللعيب ده، ان نفس اللي هيحصل مع ليديرو لازم، لانه ده برضه مفتاح كبير، فنخلي بالنا منه ده. طيب انا شايف يعني برضه يعني الاثنين دول الاثنين دول هيقوم بيهم ان شاء الله حمدي فتحي واليو ديانج، ان شاء الله باذن الله يوقفوهم خالص ان شاء الله. والسوليه اتمنى يعني ان شاء الله يبقى عندهم يوم كويس ويوم يقدروا يصعبوه عليهم ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا كابتن زكي. طبعا كابتن زكي عبد الفتاح بنسعد بيك دايما على شاشه الاهلي، شكرا جزيلا. وبالتاكيد ان شاء الله يعني نتواصل نحتفل باذن الله ان شاء الله بفوز الأهلي على سياتل ساوندرز. أرجع مرة